السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدي قناة. سنتعلم في هذا الدرس إن شاء الله كيف نعد من 0 إلى 100 باللغة الإسبانية. فلدينا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 34 35. فكما تلاحظون نقول 30 y 31 32 34 ثم ننتقل إلى 40 نقول 40 41 42 43 ثم إلى العدد 50 نقول 51 52 53 54 ثم إلى العدد 60 نقول 61 62 63 64 65 ثم ننتقل إلى العدد 70 نقول 61 62 63 فهي أعداد طريقة تنطق بطريقة سهلة. لدينا كذلك 80 نقول 80 81 82 83 85 84 85 ثم ننتقل إلى عدد 90 نقول 90 91 92 93 94 95 ثم كذلك حتى نصل إلى العدد 100 نقول 100 100 100. هذا ما لدينا في هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.